مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفني التراثي الحان عشقناها دائما وأبدا على قناتكم الثانية دوزام. الحان عشقناها هو برنامج يعنى بالفنون الأصيلة والألوان الترابية، كنتجولوا في بساتينها وفي كل حلقة كنقطفوا زهرة، كنشتموا أريجها وكنتمتعوا بجمالها. حلقة اليوم ترابية بامتياز، غادي نزوروا فيها مدارس ترابية متنوعة، القاسم المشترك بينها هي الكلمة الوازنة والنغم الأصيل. ضيفنا اليوم فنان متألق، فنان تربى في أحضان هذه المدارس، اليوم غادي يقتسم معنا التجربة ديالو، غادي يمتعنا بصوته. كنتكلم على المطرب المتألق إلياس طه، رفقة فرقة التخت العربي بقيادة الأستاذ مولاي تهامي بالحوات. نفسيتي تاني
أزرق أمسيتي تنهي ليه يا بنفسي بتبش ليه يا بنفسي بتبش وانت ظهري حزين بقولها وحدي لوحدي والأسى هو بقولها وحدي لوحدي والأسى هو ليه يا بنفسك بتبك ليه يا بنفسك بتبك ليه يا بنفسي بتبين وانت ظهري حزين والعين تتبعك وطبع محتشم ورزين ليه يا بنفسي بتبين ليه يا بنفسي بتبكي وانت ظهري حزين ليه يا بنفسج من القطع الجميلة كلمات برم تونسي ألحان رياض صنباطي وغناء صالح عبد الحي أداها لنا اليوم ومتعنا بها الفنان المتألق إلياس طه في هذا الأداء البادخ رفقة فرقة التخت العربي بقيادة الأستاذ تهامي بالحوات تبارك الله عليك بعدك نهنئك على هذا الاختيار شكرا سي إلياس أنت فنان كبير بغيت نسولك على أداء مثل هذا القطاع كنعرفوا بأنه كيحتاج واحد تجربة واحد تمكن شنو سر اختيارك وميولك لهذا اللون الترابي أولا كيف ما شرتي اللي هي بنفسج من القطاع يعني الجميلة والقطاع اللي عندها ثقل في الغناء العربي عموما وأنا المدرسة اللي كنتمي لها يعني اللي كبرت فيها وتربيت فيها واللي كيحبوها يعني عدد كبير من المغاربة مدرسة الترابية دونك هذا النوع من الاغاني وهذا القطاع النوع من القطاع عندي به واحد يعني عندي واحد العلاقه خاصه به دونك ما نقدرش ما نغنيش هذا الشيء وما نقدرش لان هذا الشيء تربيت فيه وكبرت يعني فيه يعني ذاك الميول ديالك لهذا اللون الترابي كبر معك هذا الشيء اللي كان هذا مساله اذواق الياس القوالب الغنائيه العربيه القصيده المشاح الدور الطقطوقه هي مدرسه مفتوحه على المقامات الاصيله اللي فيها روح الطرب السؤال ديالي هو شنو هو الفائده اللي كيجنيها الفنان فاش كيشتغل على هذه القوالب بالنسبه يعني واحد المساله مهمه ان انا في اعتقادي يعني ملي كتغني في حال هذا النوع ديال الاغاني كانك دوزتي واحد العام ديال التكوين في معهد موسيقي فوالا لان هذه الاغاني فيها مجموعه يعني من غير بالنسبه للمقامات وكيفاش كتقلب المقامات وكيفاش يعني حتى الناس اللي داروها راه ناس مبدعين يعني كانت يعني بالنسبه لي الغناء ديال هذه الانواع من الاغاني يعني بحال راه كتمشي كدير واحد الفورماسيون في واحد المعهد فوالا تبارك الله عليك انت الياس من الفنانين اللي كيتقنوا المقامات وكتنتقل من مقام المقام بواحد السلاسه حتى حنا كنستافدوا فاش كنسمعوك كتغني ما شاء الله عليك غنبقاو دائما معك غنبقاو دائما مع الطرب وهذه المره مع مدرسه اخرى والناس المغرمين
لمين وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده بتقول وتعيد لمين وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده ودول مهما تألموا بداروا واكتموا دول مهما تألموا بداروا واكتموا ولا يوم يتكلموا وشميتوا العذا الناس المغرمين ما يعملوش كذا صحاب ألوان يا دنيا دنيا فيك العجب
صاحب خسيس وجبال ويصاحب علي الألم. يا سلام يا سلام يا سلام الناس المغرمين ما يعملوش كده. واحدة من روائع محمد عبد المطلب من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان كمال طويل. متعنا بها بهذا الأداء البادخ المطرب المتميز إلياس طه رفقة فرقة تخت العربي بقيادة مولاي تهامي بالحوت. تبارك الله عليكم. مقام هذه الأغنية راحت الأرواح، الاسم كيدل بعدا على نفسه، راحت الأرواح كتدخل سكينة على القلب. إلياس، هذه القطعة اللي تغنات على طول العالم العربي آلاف المرات وغنوها مختلف النجوم العرب، كتبقى دائما محافظة على هذا الرونق ديالها. في نظرك شنو اللي كيخلي هذه القطع خالدة دون غيرها؟ كيف ما شرت يا أستاذة سناء، إلى جانب المقام اللي قلتي إني راحت الأرواح، اللي هو مقام يعني قريب للقلب ومقام كيعطيك واحد المساحه كبيره باش تعبري وباش يعني فين تغني وفين يعني فين الا كان الفنان باغي يغني. وداك الشيء انها قطعه شعبيه مصريه وقطعه عندها يعني عندها علاقه مع المغاربه، لانها تغنات بزاف في المغرب، وعبد المطلب اصلا عنده علاقه سبيسيال مع المغرب والمغاربه. بالاضافه الى فناننا الكبير اللي كنوجه له التحيه الاستاذ فؤاد الزبادي، كان غناها ونجح بها وداك الشيء. دونك هذه المسائل كلها كتخلي هذا النوع من الاغاني يبقى، وانا يعني من هذا المنبر بغيت نغنيها وبغيت نحاول نزيد فيها شي حاجه فوالا. لان القطعه ماشي بالضروره تغنى بزاف، ماشي عيب، يعني اي فنان يقدر يزيد شي حاجه، وهذا هو الدور الحقيقي ديال الفنان، هي انه يشوف الحاجه بالمنظور ديالو ويحاول يعبر على طريقته. متعتينا بالاداء ديالك الياس، اكيد ان هذه الاعمال طبعا اللي تعملات بحب وواحد النيه صادقه كتبقى راسخه في اذهان المستمعين. غادي نسمعوا من عندك اختيار اخر، وهذه المره من الملحن اللي لقبوه بشيخ الملحنين، الظاهره سيد مكاوي، اللي بدا بالانشاد الديني خاصه في مجال التلحين قبل ما يلحن الاصوات الكبيره مثل محمد عبد المطلب، ليلى مراد، نجاه صغيره، فايزه احمد، والست ام كلثوم. الياس، سيد مكاوي عاود غناء بعض القطع اللي عطاها للنجوم كبار، بحال القطعه اللي عطاها للسيده ام كلثوم، يا مسهرني او اتي بتحلى والورده. بالنسبه ليك انت كمطرب عندك تجربه كبيره في عالم الغناء، شنو هي الاضافه اللي عطاها سيد مكاوي لهذا القطاع؟ بالنسبه للسناء كيف ما اشرتي ان سيد مكاوي ملي كيغني الاغاني ديالو
هو كينتمي للمدرسه ديال المشايخ، مدرسه السلطنه القديمه. وملي كنشوفوا اغنيه غناتها مثلا السيده ورده ولا مثلا فايزه احمد، يعني ورده وكتسمعيها بصوت سيد مكاوي كتشوفي يعني نفس الاغنيه ولكن تغنات بجوج ديال الطرق بجوج ديال المدارس. وهذه الاضافه اللي كان يعني سيد مكاوي ملي كيغنيها كيحاول كيعطي هذاك الطابع المشياخي ديالو وهذوك القفلات ديالو وهذاك يعني ديك الصنعه كيف ما كنقولوا حنايا. هذه الاضافه بالنسبه لسيد مكاوي. بالاضافه ان سيد مكاوي اللي بين قوسين مطرب ممتاز مغني، يعني بالاضافه للجانب ديال التلحين فهو كان يعني مطرب من طينا فوالا. متفقه معك الياس، وهذا الشيء اللي قلتيه هو اللي غادي نشوفوه في هذه القطعه اللي غادي نسمعوها، ما تفوتنيش انا وحدي. تبارك الله عليك الياس طه، تشرفنا بلقائك وتشرفنا بحضورك، كنتمنوا لك المزيد من العطاء والتالق. مشاهدينا ما بقى لي الا ان نقول لكم تسنونا في عدد جديد مع لون جديد وضيف جديد دائما في برنامجكم الحان عشقناها. عشان المركب تقدر تمشي بيا.
وحدي أفضل حايل فيك، لا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، لا تحطنيش أنا وحدي أفضل حايل فيك، ولا تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليا وشوية